Welcome back, and the last quiz on vocabulary unit 1 is quiz 8. نشوف مع بعض. Who is responsible for? Responsible for sanitizing these classes. مين المسؤول عن تعقيم الفصول ديت؟ Who is responsible for مسؤول عن sanitizing these classes, تعقيم هذه الفصول. Responsible for something. صح كده؟ مسؤول عن شيء. It's important to do regular exercise. من الضروري القيام ب أو إن أنا أتدرب يعني إن أنا أدي تمرينات بدنية. Regular exercise. Huh? Do regular exercise. Regular adjective قبل النون exercise. أنت محتاج هنا قبل النون adjective. صح؟ ماشي يبقى عشان كده قلت do regular exercise. لو هستخدمها كadverb بعد الverb اقول it's important to exercise regularly with ly بعدها. The majority of infants اغلب او اغلبيه ال infants بتعرف ان infants يعني الاطفال الصغار are biased towards being social rather than being antisocial. مش عايز اترجم حرفيا او اترجم السنتنس لغايه ما نشوف in this sentence biased towards can be replaced by a. الانفنتس معظمهم بيبقوا biased لكونهم social اجتماعيين مثلا rather than being antisocial. معظمهم بيميلوا الى الاجتماعيه اكتر من العزله مثلا وعدم الاجتماعيه. المعنى يمكن أن يعبر عنه بأسلوب أبسط أو أوضح لو استبدلنا بيقول لك expression biased towards بأنهي من الفور choices ديت. أعتقد أنك عايز تقول أن هما بيميلوا لكونهم اجتماعيين أكتر من أن هما انطوائيين أو غير اجتماعيين. فbiased towards can be replaced by inclined to. To be inclined يعني أنك تكون ميال لعمل شيء. Speaking to her, I came to the conclusion that she was lying. يعني I came to the conclusion. توصلت إلى هذا الاستنتاج. استنتجت. أدركت. I came to the conclusion that she was lying. كانت بتكذب. استنتجت كده. A broadsheet contains fewer photos than a tabloid newspaper. لأن التابلويد newspaper تعتمد على الفوتوز أكتر وأكتر 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 عشان جذب انتباه القارئ. أما البروتشيتس لا ما تعتمدش على ال lot of photos. قد يعني أحتاج لأن أنا أحط فيها فوتو معينة الرئيس أو المسؤول الفلاني استقبل حد تاني فممكن أعوز فوتوز. لكن اللي بيعتمد على الفوتوز أكتر لجذب القارئ هو التابلويد نيوزبيبرز أكتر زي ما احنا عارفين. أوكي. He was very صح كده؟ Okay. He was very anxious. Anxious. يعني كان متوتر. الآن. مترقب. كل دي معاني الانكشس؟ Yes. متلهف على شيء. كل دي معاني الانكشس؟ Yes. هنا هو كان مترقب جدا واكسايتد قوي. He waited for a reply to his offer. مستني الرد. بفارغ الصبر with bated breath كإكسبريشن it's an expression على بعضه مش معنى كده ان bated يعني فارغ وبرث لا 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 with bated breath كإكسبريشن الواحد لما يكون قاعد متلهف ومترقب ها قاعد with bated breath يعني بترقب شديد او بلهفه شديده. My son is a sports fan يعني من مشجعي وهواة الرياضه. I won't stop reading this novel until I reach the long take care the long awaited ending النهاية التي طال انتظارها. This author is lucky مؤلف ده محظوظ جدا. His latest book آخر كتاب أصدره has just been accepted for أو آخر كتاب ألفه لسه لم يصدره has just been accepted for publication. بعض الكتاب اللي ممكن لسه صغار لسه لم يحققوا شهرة كافية فدور النشر بتخاف تنشر لهم حاجة ما تحققش نجاح. لكن ده محظوظ جدا آخر كتاب كتبه أو
قام بتأليفه has been accepted for publication, قبل للنشر ودار النشر هتنشره له. Accepted for ايه؟ اكيد هنا publication. ماشي. Number 9 10 yes 10 to be able to recall what has been studied before. Recall يعني remember, عشان اعرف افتكر كويس, ان ذاكرته افتكر كويس. I have highlighted the important points in yellow. وانا بقرا الحاجه بعمل highlighting عليها in yellow. علشان ايه؟ ده الهايلايتنج. علشان افتكر الكلام دوت كويس. By law, employees cannot be dismissed without being warned. قانون بيحتم ذلك, ان اي employee, اي موظف ما ينفعش فصله والاستغناء عنه الا بعد ان يتم تحذيره تحذيرا مسبقا. The questions were confusing. مش confused, take care. الأسئلة كانت مربكة, تلخبط, confusing. أنا كنت confused وأنا بقرأ الأسئلة. I was confused, لكن the questions were confusing, مربكة, محيرة, اسم فاعل, ing, poor. Because my teacher used mysterious words, يعني كلمات غامضة شوية, فخلت الأسئلة إيه؟ confusing ليا, مربكة أو بتلخبط. The aircraft, يعني the plane, الطيارة, the aircraft, the plane, carries a crew of 7. طاقم الطائرة is the crew, the crew, طاقم الطائرة, قلنا قبل كده طاقم السفينة أيضا. Give me one good reason why, reason why, reason why. وبعدها close, close, جملة من subject, وfinite verb, يعني فعل متصرف في زمن محدد, سميها close. عموما نبسط, the reason why or the reason for which. The reason why ده اللي شرحناها في unit 1. The reason why or the reason for which, تحط بعدها clause يعني جملة فعلية من subject ثم finite verb فعل متصرف. طيب كنا بنقول قبل كده برضو the reason for, بتدي نفس المعنى بس followed by ايه بقى؟ the reason for بphrase, شبه جملة مكونة من noun بس أو verb ing form gerund. يعني the reason why she disappeared mysteriously مثلا. The reason why she disappeared, she subject, disappeared verb finite verb لكن مصرفه في الباست. ممكن تقول the reason for which she disappeared, لكن لو قلت the reason for, حط بعدها phrase شبه جملة noun بس, her disappearance أو ing form للverb. The reason for disappearing mysteriously, وليست جملة كاملة في الفعلية من subject ثم verb. عشان كده قلت a good reason why she should, I should help. Give me one good reason why I should help you. اديني سبب واحد يخليني أساعدك. ده المعنى. He wouldn't give the reasons for his decisions. ده اللي كنا بنقوله دلوقتي. The reason for, وبعد منها noun أهو, the reason for his decision. I tried to reason with him. لما استخدم reason كverb, reason هنا verb. To reason with him يعني اخد ودي معاه من اجل اقناعه, احاول اقناعه. To reason with someone, حاول اقناعه بالحجه, حاول اقناعه. I tried to reason with him, دي كلها على بعضها معناها I tried to persuade him, حاول اقنعه. But he wouldn't listen. So كانش عنده استعداد يسمعني. Small businesses have suffered financially during the recession. الكثير من الأعمال, المشروعات, الشركات, ده ما نقصده businesses, have suffered financially, عانت ماليا واقتصاديا, وده بسبب او اثناء الريسيشن. الريسيشن حاله الركود او الكساد الاقتصادي اللي قلنا عليه قبل كده, depression. Both give the same meaning, the same meaning. Recession او economic depression معنى الكساد او ركود اقتصادي. يبقى الشركات ديت عانت ماليا
بشدة. Farmers are the backbone of any rural community. Take an expression there, any rural community. يعني مجتمع ريفي. بيئة ريفية. Rural community. تمام؟ عكس urban community. Urban. U-R-B-A-N. U-R-B-A-N. Urban communities هي مجتمعات الحضرية. حضر. الحضر يعني المدن. مجتمعات المدينة urban communities. مجتمعات الريفية مسمها rural communities. طيب المزارعين الفلاحين هم يعتبروا the backbone عماد العمود الفقري يعني عماد وأساس الحياة الريفية أو المجتمعات والبيئات الريفية. Because it was his first offense. لأن دي أول مخالفة أو جريمة أو خطأ يرتكبه. The punishment was not too severe. العقوبة أو العقاب اللي تعرض له لم يكن عقاباً يعني إيه قاسياً أو مراعاة لأن دي أول إيه أول offense يعني أول مخالفة أو أول جريمة يرتكبها ربما. The government took strict measures. عايزك تاخد بالك في الاكسبريشن دوت took strict measures يعني اتخذت اجراءات صارمه. took strict measures. measures هنا يعني اجراءات. اتخذت اجراءات صارمه to overcome للتغلب على the current economic problems المشكلات الاقتصاديه current الحاليه. adverts sometimes mislead consumers about products. الإعلانات أحيانا بتضلل الكونسيومرز المستهلكين بالمعلومات اللي فيها اللي قد تكون غير دقيقة بتضللهم. mislead consumers. As a result of hard work people often feel stressed during exams. بسبب طبعا الهارد ورك والعمل الجاد والاجتهاد والمذاكره ومذاكره احيانا الناس تبقى ستريسد اثناء الاكزام. ستريسد متوتر صح. لكن ستريسفل تطلق على الشيء نفسه الموتر للاعصاب او المجهد للاعصاب او ربما الوظيفه نفسها المجهده للاعصاب. We are doing a survey expression. Do a survey expression مهم يا جماعه. Do a survey. Survey يعني استطلاع للرأي. A survey استطلاع للرأي. ياخد مع الverb do أو conduct. قلنا كده do أو conduct a survey. يعني قمنا إحنا بنقوم باستطلاع للرأي. استطلاع لآراء الناس بخصوص people's eating habits. عادتهم الغذائية. Distance doesn't ruin a relationship. Doubts do. البعد مش هو اللي بيفسد العلاقات بين الناس. الشك هو اللي بيفسدها. ده المعنى. احنا ممكن يكون بعاد عن بعض. هذا ليس سببا لانهيار العلاقة ما بينها. ربما نحافظ على علاقتنا قوية حتى لو احنا مش مع بعض او مش جنب بعض او بعاد عن بعض. لكن ايه اللي ممكن يفسد ويدمر روين يفسد او يدمر العلاقات؟ الدوتس الشكوك اللي ممكن تخش بين الناس. You are old enough. ربنا بعمل ايه من structure ده. You are old enough. يعني you are old enough. انت كبير بما يكفي انك تتصرف بمسؤولية. You are old enough to behave responsibly. عموما الverb behave هيتبعه ly adverb. Right? بعد الverb حط adverb. Responsibly. Behave responsibly يعني انك انت تتصرف بمسؤولية بتصرفات تدل على تحملك للمسؤولية. هو ليه مش irresponsibly؟ لا معنى الجملة you are old enough يعني انت كبير بما يكفي انك تعرف تتصرف بمسؤولية وتتحمل مسؤولية. لكن لو قلت you are too old حاول كده تلقط معايا المعنى ده. You are too old to behave irresponsibly.
irresponsibly بقى ساعتها يا ابني. انت اكبر من انك انت تتصرف بالهبل ده بعدم تحمل المسؤوليه دي. انت كده بتنتقده. بس start of the sentence هتختلف. You are old enough, يعني انت كبير يا حبيبي بما يكفي انك انت المفروض تتصرف بمسؤوليه. You are old enough to behave responsibly. لكن لو انت بتنتقده تقول you are too old على كده. انت كبرت على كده. انت اكبر من انك انت تتصرف التصرفات ال irresponsible ديت. You are too old to behave irresponsibly. يعني انت اكبر من انك تتصرف. انت كبرت على كده. انت اكبر من انك تتصرف بهذه بهذا التصرف الطائش غير المتحمل للمسؤولية. يبقى لو هنا you are too old بدل old enough كنت اخترت irresponsibly بعدم مسؤولية. وساعتها بقى انا بنتقده او بهجم. This was quiz 8. وكده عملنا فيدباك على الـ 8 quizzes اللي نزلناهم لحضراتكم على vocabulary unit 1. vocabulary unit 1 بإذن الله next بعد منهم هيبقى في الأسبوع القادم ربنا يسهل quizzes على grammar unit 1 ونفضل ماشيين كده مع بعض لغاية ما نخلص بإذن الله آخر السنة. Thank you very much. Wish you all the best.